السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجات كتير جدا كان المفروض اتكلم فيها خلال الفترة اللي فاتت من ساعة مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد، مرورا ببعض الأشياء المتعلقة مثلا بالخماسي الحديث، بالمصارعة، بحاجة كده مثلا زي الغطس، بالفروسية، حاجات كتير كان المفروض الواحد يعلق عليها، لكن معلش مقصر معاكم، لكن لا يمكن ان انا اقصر مع بنت النادي الاهلي جايانا فاروق اللي حصلت على الميداليه البرونزيه امبارح بعد مباراه مستفزه، مستفزه جدا في نتيجتها، مستفزه جدا في القرار اتاخد من الحكام. ومش عايز امشي في سكه ان الحكم المغربي اضطهد جايانا علشان كسبت بنته او علشان كسبت اللعيبة المغربية، مش علشان ان احنا اشقاء واخوات والكلام ده، لكن لاني انا ما فهمش اصلا في قوانين الكاراتيه. اول مرة اتفرج على الكاراتيه في حياتي، اول مرة اشوف كوميتيه او كاتا، بسمع لكن ما اعرفش، فعشان كده مش عايز افتي في حاجة ما فهمش فيها. قد يكون في وجهة نظر عند الحكام انا مش فاهمها، لكن ما نفهمه او ما لدينا من اساسيات الرياضه بتتكلم عن لعيبه كانت دائمه الهروب، بتتكلم عن لعيبه واخده انذارات اكتر، بتتكلم عن لعيبه تكاد تكون هي اللي بتهاجم اكتر، فما ينفعش ان هي تخسر الماتش بعد ده كله باتفاق التحكيم، وما ينفعش ان المباراه تحسب وفقا لوجهه نظر الحكام الخمسه. وكان مين افضل من مين؟ احنا مش بنتكلم عن ستار اكاديمي، ما بنتكلمش عن ستار ميكر سمعنا صوتك، احنا بنتكلم عن مباراة رياضية المفروض يكون في طريقة أكثر عدالة، أكثر نزاهة من دي، علشان تحسم فوز لاعب على لاعب أو لاعب على لاعب. ده فيما يتعلق بمباراة جايانا والصينية، لكن الإطار العام احنا بنتكلم عن أكتر ميدالية برونزية، يعني مش هقول إن هي مفرحانة ومش هقول إن هي مزعلانة، لكن أكتر ميدالية برونزية تحس إن البطل بتاعها مختلف حتى عن الثلاثة اللي خدوا الميداليات، حتى عن سيف عيسى، حتى عن هداية، حتى عن محمد كيشو. وانت بتتكلم عن لاعبة في حتى المباراتين اللي خسرتهم واحدة بالأفضلية اللي هي تعادل والأفضلية لأن المنافس جاب النقطة الأولانية، والمباراة التانية بتفضيلة الحكام. تحس إن في شخص فاهم هو بيعمل إيه. وهنا ده يقودنا لفكرة تربية الأهلي، إن تربية الأهلي مختلفة فعلا عن تربية أي نادي تاني. اللعيب داخل فاهم هو عايز إيه من الماتش، عارف هو عايز إيه من الماتش، عنده شخصية البطل، عنده قدرة وجدارة في إن هو يدخل يكسب، إن هو مش مندفع عن جهل أو عنفوان أو رغبة غير مبررة بالفوز. هو مش داخل الماتش علشان يضرب او علشان يكتسح او علشان يهاجم من غير ما يكون مأمن نفسه، لا، لاعب فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه وعايز ايه من الماتش. بالتأكيد المنافسين اقوياء، لكن مما لا شك فيه ان المنافس المصري او اللاعب المصري في المباراة كان، واعني جانا فاروق، لاعب فاهم او لاعبة فاهمة هي بتعمل ايه بالظبط. ده شيء لفت نظري جدا في أداء، بغض النظر عن معلوماتنا عن جانا ان جانا بطلة عالمية وان هي حاصلة على ميدالية ذهبية في بطولة العالم اكتر من مرة، لكن احنا بنشوف تربية النادي الاهلي في اللاعبة جانا فاروق عكس اللاعبين الاخرين اللي كان بعضهم بيبقى مندفع، بعضهم بيبقى مش مركز، بعضهم بيبقى مش عارف وعايز من الماتش. وهنا ده يقودنا لدور النادي الاهلي في اعداد البطل الاولمبي. النادي الاهلي في حاجه الى ان يشارك الدوله في اعداد البطل الاولمبي. ما بنسمع عن النادي الاهلي من الميداليه بتاعت امبارح، دي الميداليه الرابعه في تاريخ النادي الاهلي، قبل كده كان في 3 ميداليات، 2 في المصارعه يعني مع استاذ كابتن محمود حسن وعيد عثمان 48 و60، والسيد نصير في رفع الاثقال سنه 28. طبعا مش محتاج اقول لكم ان الالعاب دي انتهت من النادي الاهلي، ما بقتش موجوده في النادي الاهلي. طبعا متفهم ان النادي الاهلي يتخلى عن الالعاب دي، متفهم كويس جدا، لكن بالتاكيد شخصيه اللاعب اللي بيطلع من النادي الاهلي مختلفه عن شخصيه اللاعب اللي بيطلع من اي نادي تاني، وده واضح في اداء جايانا، وواضح حتى في اداء اللاعبين كلهم اللي شاركوا في البطوله. لازم اقول كلمه على عبد الله ممدوح، لعيب ممتاز
امبارح كل الماتشات اللي لعبها اداها بشكل محترم، اتغلبها بصعوبه برضو، مباراه برضو بالتفضيل، مباراه بعد ماراثون مع لعيب الياباني ناشيمورا 8-7، غلب مباراه صعبه جدا قدام لعيب اوكراني برضو لعيب واعد. اذا الكاراتيه استمرت البطوله الجايه، عبد الله ممدوح بالنسبه لي هيبقى واحد من اللاعبين المرشحين بقوه لاحراز ميداليه البطوله القادمه. لسه عندنا في ريال اشرف، ما الله اعلم ممكن يعني تعمل مفاجاه وتجيب ميداليه تاني. احساسي الشخصي ان خلاص كده صعب ان يبقى في ميداليات تاني، اذا حصل ان فرقه اليد نجحت ان هي تحقق ميداليه يبقى شيء كويس جدا، لكن احساسي الشخصي ان خلاص كده مصر هتكتفي بهذا الرصيد، لكن من الوارد جدا ان العرب ما يكتفوش، من الوارد جدا ان مصر تجيب ميداليه تاني الله اعلم، من الوارد جدا ان قطر تكسب الثنائي اللاتفي في بطوله كره الطائره الشاطئيه ويحققوا الميداليه البرونزيه. لسه مش عارف، اعتقد المباراه اتلعبت، كان المفروض اشوف الموضوع ده، بس هتاكد وهعلن الخبر اذا حصل ان الثنائي قطري كسب المباراه، هعلنه على طول. لكن الف مبروك يا جايانا، اتمنى انها ما تعتزلش، اتمنى ان الكاراتيه تستمر للبطوله القادمه في فرنسا وجايانا تشارك مره تانية، لان جايانا تستحق ميداليه ذهبيه في هذا اي جانب من المنافسات. واتمنى ان النادي الاهلي زي ما بقول يشارك في عمليه اعداد البطل الاولمبي لحاجه الدوله الى شخصيه اللاعب الاهلاوي. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، اعمل لايك وشير، ورايك في الكومنتس. سلام عليكم.